سير الدعوة العمومية لا زالت مستمرة. سعد المجرد بريء من تهمة الاغتصاب. إلى حين أن يثبت عكسها بمقتضى حكم نهائي. أصدرت محكمة النقد بباريس قرارا جديدا لصالح السيد سعد مجرد. أعلنت في قرارها الآنف ذكره أن الدلائل والحجج حول تهمة اغتصاب موجهة إليه غير كافية لمتابعته جنائيا، فقد أمرت محكمة النقد بإجراء تحقيق جديد لاتخاذ القرار النهائي حول متابعة السيد سعد مجرد. هذا هو آخر تطور في قضية سعد المجرد مع لورا بيريول في قضية بدأت من حوالي 4 سنوات اللي مرت بمراحل كثيرة لوصلت لهذا الحكم الجديد. سيد سعد المجرد تقدم عن طريق دفاعه بطعن ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة السيناء بباريس والقاضي بحالة السيد سعد المجرد على غرفة الجنايات التابعة لهذه المحكمة بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بيريول. وبناء على ذلك تم إلغاء محاكمة سعد المجرد في محكمة الجنايات بعدما كانت محكمة الاستئناف الفرنسية أعادته لها في جلسة 21 يناير الماضي لما تقدمت لورا بالنقد ضد قرار المحكمة، ورجعت قضية سعد إلى نقطة البداية وتحول ملف القضية من محكمة الجناح في باريس إلى المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم. لهذا السؤال اللي عم ينطرح بهالوقت، شو اللي جذب القضية وجعل السلطة القضائية في فرنسا توافق على الدفاع اللي تقدم فيه محامي سعد وتعيد التحقيق من جديد فيها؟ بعد اكتشاف إخلال شكلي في مسطرة التحقيق والذي يتمثل في عدم احترام قانون المسطرة الجنائية من حيث أنه لم يتم التوقيع عليه من طرف السيد رئيس غرفة التحقيق وهذا يعتبر من النظام العام. لكن هذا ما بيعني أنه المجرد أخذ البراءة، خاصة بأنه لم يتم إعادة محاكمته بعد. على ضوء هذه الوقائع وملابسات القضية وفي إطار السلطة التقديرية للمحكمة، فإنها ستعمل على تحديد الوصف القانوني وتكييف هذه الأفعال تكييفا قانونيا، وعلى ضوء هذا التكييف سوف تحدد الجهة المكلفة للبت في القضية. لكن سعد بيقدر يكمل نشاطه الفني من جديد وإقامة الحفلات. كما أنه بيقدر يغادر فرنسا بعد ما يتقدم بطلب للسلطة القضائية ويعطوا تصريح بالسفر، كما يجدر الإشارة على أن سير الدعوة العمومية لا زالت مستمرة، وفي المقابل براءة السيد سعد مجرد لا زالت قائمة إلى حين أن يثبت عكسها بمقتضى حكم نهائي. موناليا كازابلانكا موناليا بارسلونا.